سيدة معمر من اسكندرية. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ فضل ونعم الحمد لله. دايما يا رب علينا وعليك. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، أزيد فضلك، أنا معايا أختي عيالها مهكرين تليفونات بناتي. أنا دخلت في الموضوع على طول، وبيهددونا يعني باللي هم إيه عاملين يعني كلمة كده ولا كده. فهل دي ينفع أقطع معاها صلة الرحم، ولا يعني أقعد معاها أختي مع أختها، ولا أعمل إيه بالظبط؟ طب معلش أنا عايز أتأكد بس، لأن أنا ما كنتش مش سامع حضرتك بشكل كويس. يبقى أختك مالها؟ عيال أختي، عيال أختك مالهم بقى؟ مهكرين بناتي، مهكرين يعني مهكرين التليفونات بتاع بناتك ليه بقى؟ واخدين عليهم يعني ايه، متكلمين كلمتين العيال مع بعضيهم كده. فهي مهدده انها تقول لـ 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 لاهلها لاخواتها كده ولا حاجه. اخواتها اللي هو اخواتها اللي هو اولادك يعني؟ لا، لاخواتها هي يعني، اخواتها اللي هو خلان الاولاد يعني. طيب الحاجات دي هو دلوقتي هم ما قايلينش حاجه يعني وحشه، بس ايه العيال يعني بتتفرج مع بعضيها كده. طيب انا اقول لك حاجه يا حاجه ام عمرو. ايوه. العيال دول يخبطوا دماغهم في الحيط. العيال دي مجرمه. هم لو ان هم مهكرين التليفون دول، ده ارتكبوا والعياذ بالله جريمه، وارتكبوا حرام. حضره النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجسسوا ولا تحسسوا. فأي أنا بقول لكم هو أي حد بيهكر تليفون أي حد في غير الأمور التي تتعلق بأمن الناس، أي حد بيهكر تليفون أي حد هو مجرم، مجرم. فاللي هم عملوه دوت جريمة، ولو طولوا تبلغ عنهم البوليس. مسألة سهلة، اي حد بيبتز اي حد لا يستجيب ليه، اي حد في حد بيبتزه ما يستجيبش لابتزازه، ويواجهه بكل عنف. المبتز شخص ضعيف وجبان. فحضرتك بتقولي لي ايه؟ على طول قولي لهم ان احنا هنبلغ البوليس عنكم. طب راحوا قالوا لاخوالهم هنبلغ البوليس برضه، يعني هو لو راح قال لخاله برضه هنبلغ البوليس. واي حد يتكلم ان في حد هكر تليفون حد، ففي فلان ما يحسش بالخطا ده، في واحد عامل جريمه وهيستدل بالجريمه دي على ايقاع الناس والعياذ بالله وافساد ذات البين. فالراجل ده اصلا مرتكب لكبيره، فما تستجيبلوش ولا تسمعي له كلام. واضح الكلام يا ام عمرو؟ إن شاء الله ربنا يحفظ بناتك، وإن شاء الله يبعد عنهم كل شر.